تعرف هذه المجموعة في منطقة البورصة باسم الألفات الأربعة بالفنون التقليدية: فن الرسم على الماء، الخط، التذهيب والنحت. مجموعة الألفات الأربعة تقوم بعمل الفنون التقليدية وصياغتها في نفس ورشة الفنون بأسلوب إبداعي مميز، وهذا هو المعرض الأول الذي يشتمل على الفنون التقليدية الأربعة بإتقان. كنا قد تطرقنا في حلقاتنا السابقة إلى مجموعة من الفنون، من بينها فن الخط العربي، فن التذهيب، فن النحت، وكذلك فن الرسم على الماء أو ما يسمى بفن الإبرو. نأخذكم إلى معرض متميز شيئا ما، فهو يعرض لوحات جمعت هذه الفنون كلها في لوحة واحدة. الشابات المبدعات يحملن نفس الاسم إليف الذي يقابل حرف الألف باللغة العربية، ومن هنا حصلت هذه المجموعة على هذا الاسم. وقد بدأنا العمل في نفس الفترة وقمنا بالإعداد لهذا المعرض سنويا تحت اسم مدود الألفات الأربعة. استغرق التحضير لهذا المعرض عاما كاملا، وقمنا بالإعداد من آيات القرآن والأحاديث الشريفة لحرف الألف، وقد قمنا بعمل التقديم اللائق للفن التكاملي الذي يجمع بين الفنون الأربعة بصورة رائعة ومميزة لتكون كل لوحة ممهورة بتوقيعهن مجتمعات. أنا أتقن فن الإبرو منذ 4 سنوات، وعند احتساب العمل في مجال التذهيب أستطيع القول أن هذا المعرض هو 6 أو 7 من نوعه. هذا المعرض أشارك فيه، ولكن في هذا المعرض لدي مشاركات أكثر من المعارض السابقة. نحن نخطط الآن لتوسيع دائرة نشاطنا لتشمل مدنا أخرى ودولا أخرى خارج تركيا. كل هذه الفنون هي في إطار واحد، تتكامل بجمالها الجماعي وتعطي بريقا لبعضها البعض. المضي في طريق الفن التقليدي يحتاج إلى الراحة والاطلاع على هذه اللوحات الفنية التي أبدعتها أيادي الفنانات الشابات. أبدعت الشابات هذه اللوحات بحرفية يدوية عالية، وذلك لخطاب قلوب الناس وعواطفهم وليس لعيونهم فقط. ليصغن من خلال ما يبدعنه من لوحات فنية محاطة بالإبداعات الفنية والزخرفة ونحوهما هوية جديدة للفن التقليدي بعيون الشباب المتألق.